نشرة أخبار النقابة. نشرة إخبارية عن شؤون نقابة المحامين في مصر، تتابعونها عبر الموقع الرسمي لنقابة المحامين. عاشور يشيد بتعليق الرئيس على أعداد خريجي كليات الحقوق ويقول: رؤية الرئيس لهذه المسألة تؤكد سلامة موقف النقابة من تنقية جداولها. السيد رئيس الجمهورية في خطابه في عيد العمال اتكلم عن العملية 100,000 خريج حقوق يطلع كل سنة اشتغل بيه. النهارده أدرك رئيس الجمهورية هذا الأمر بوعي شديد. فأنصفنا عندما كنا نتحدث عن التكلف الرقمي اللي كانوا بيدفعوا بيه كليات الحقوق عشان يطلعوا الخريجين حقوق علشان ما يلاقوش حاجة يبقوا محامين. المئة ألف دول يعني كم واحد في النيابة؟ 100-200. كم واحد في الشهر العقاري؟ 100-200. كم واحد في أي وظيفة تانية قانونية هو قابلها؟ 200,000. طب وال90,000 كانوا بيجي هو مش عايز المحامي بيستفيد عنه. خلال تكريمه شيوخ محامي الإسكندرية، عاشور يقول: لو لم تجري التنقية لدمرت مهنة المحاماة. ويعلن وصول الاحتياطي النقدي ل650 مليون جنيه وإنفاق 100 مليون على العلاج. اللي النهاردة بنقول لحضراتكم: لولا التنقية ما استطعنا أن نرصد أكبر احتياطي في تاريخ نقابة المحامين اللي تجاوز 650 مليون جنيه مصري. الإجراءات اللي احنا أخدناها أخدناها علشان نحافظ على أموال المحامين وعلشان نحمي مدخلاتكم. احنا بنخوض أكبر معركة وهنستمر فيها. هننقي جداول نقابة المحامين وهنستمر في التنقية، لا للتعليم المفتوح ولا لأي تعليم مشابه يمكن أن يدمر المحاماة. المحاماة لا يمكن أن تكون أقل من القضاء ولا من عضو النيابة. وأنا بقول لأبنائي المحامين الجدد، المحامي اللي يشعر أنه هو أقل شأنا من القاضي أو وكيل النيابة ما يستحقش يبقى في جداول نقابة المحامين، ما يستحقش يبقى المحامي. ومن الإسكندرية، النقيب العام يعلن بعض تعديلات قانون المحاماة. نص يسمح بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوة، وحال موافقة البرلمان عليه ستتضاعف أتعاب المحاماة. إنشاء أكاديمية المحاماة التي سيكون الحصول على دبلومة قانونية منها شرطا للقيد بجداول النقابة بدءا من عام 2022. احنا اعتبارا من 2022 مش هيدخل نقابة المحامين الا اللي اجتاز أكاديمية المحاماة اللي احنا نصين عليها في المشروع الجديد، علشان يبقى حامل دبلومة ومؤهل دراسي عالي. يبقى اللي بيدخل نقابة المحامين يحمل مؤهل أعلى من اللي بيدخل في القضاء واللي بيدخل في النيابة، لأن المحاماة تستحق أن تكون في ذلك المكان وفي ذلك المقام. إحنا مش بنعبس، عايزين نحط ضوابط حقيقية. لما نقول إنه تعديل قانون المحاماة بيشمل أيضا استحقاقات دستورية جديدة احنا قدرنا ونجحنا في ان احنا نزرعها في الدستور لاول مرة في تاريخ الدساتير، لاول مرة في العالم ينص دستور دولة ما في فصل اسم المحاماة هو في دستورنا المصري لاول مرة. ويؤكد على انه كفالة حق الدفاع تكمن واساسها استقلال المحاماة ودعم المحاماة. دي الرسالة الدستورية. الرسالة الدستورية ايضا اللي بتقول ان المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق في سيادة القانون وفي تحقيق العدالة وفي كفالة حق الدفاع. الشراكة بالدستور مش بقانون المحاماة بس، الشراكة الآن بالدستور لما نيجي نترجمه في نصوص قانونية يبقى لازم نبقى حاسين بالفخر والزهو. ومن تعديلات قانون المحاماة تأكيد حصانة المحامي في أثناء عمله وعدم جواز القبض عليه في جرائم الجلسات والسب والقذف أمام المحكمة وجهات التحقيق والاستدلال. لما نبقى في التعديل الجديد أيضاً يبقى فيه منطقة في غاية الأهمية كان بيعاني منها المحامي. المحامي اللي كان بيتقدم ببلاغ في النيابة أو في قسم الشرطة يجي خصمه
يقدم بلاغ مضاد ضد المحامي، فيتحجز المحامي مع الموكل مع الخصم علشان يتعرضوا على النيابة. مش ده كان بيحصل؟ احنا عاملين تعديل النهاردة، لا يجوز القبض على المحامي ولا حبسه احتياطيا في اي اتهام يوجه اليه اثناء اداء عمله، وانما تحرر مذكرة وترسل للمحامي العام الاول المختص علشان يبت فيها. اذا كان في جدية فيها تحقق، اذا كان ما فيش جدية فيها تحفظ او تنتهي. كل هذه الضمانات عايزينها لمحامين بس. ومن الإسكندرية عاشور يؤكد: نرفض محاولات تقسيم واختطاف الوطن العربي. بقي الجزء الهام اللي أنا حريص أن أنا أكده على حضراتكم، وهي ثوابت المحاماة والمحامين، ثوابتنا فيما يجري حولنا الآن، ما يجري حولنا الآن من اختطاف للوطن العربي. الوطن العربي كله بيختطف الآن، يختطف. سوريا راحت، العراق تقسمت، ليبيا بتروح، اليمن راحت، فلسطين هتروح أو راحت، السودان راحت بإذن الله، لكن مش هتتحرر إلا إذا احنا انتبهنا للعدو الحقيقي. العدو الحقيقي الذي يلتبس على كثير من الدول العربية المحيطة بينا. ناس كتيرة فاكرة إنه المسألة أصلي الخلاف اللي هنا مع الخلاف اللي هناك مع الجوار العربي مع مصر والسودان وحلايب وشلاتين واليمن. لا، مش هو ده العدو الحقيقي لنا. إسرائيل، إسرائيل اللي أمريكا بتقيم الدنيا وتحيدها علشان إسرائيل، واللي ساعد إسرائيل على إنها تبقى موجودة يبقى ضد الأمة العربية ويبقى ضد مصر وضد تقدمها، واللي يعترف بإنه القدس عاصمة لإسرائيل يبقى بيخون الوطن وبيخون الأمة وبيخون ضميره. نقيب المحامين يوجه رسالة للمحامين الجدد في جلسة حلف اليمين، يؤكد خلالها ضرورة احترام النفس وأن يقدم كل منهم نفسه بالشكل اللائق بمهنة المحاماة من حيث المظهر والجوهر. أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالأمانة والشرف والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. مبروك حضرتك. وأعضاء مجلس النقابة العامة يوجهون عدة نصائح لشباب المحامين في جلسة حلف اليمين التي عقدت بقاعة المؤتمرات في اتحاد عمال مصر برئاسة النقيب العام. المحاماة تحتاج دايما للبحث والدراسة والتأهيل للشباب. لديكم مجموعة مشروعات تدريبية، في مشروع شغالين فيه دلوقتي اسمه المحامين وكلاء المستثمرين، أرجو أن تهتموا بيه وتطلعوا على الموقع على شروطه. لازم المحامي والمحامية أيضا يبقى ملتزم بأدبه واحترامه لنفسه واحترامه لزمايله واحترامه أيضا للي بيتعامل معاه في النيابة أو في القضاء أو في الشرطة. لازم يكون عندك أخلاق، لازم يكون عندك أمانة، عندك أمانة في التعامل مع زميلك، التعامل مع الموكل. الناس لو فقدت الثقة فيك من الأول استحالة ترجع لك الثقة تاني. مفيش حد زي المحامين، حتى كلية الحقوق كان زمان يسموها كلية الوزراء، خرج منها أبطال، خرج منها مصطفى كامل وسعد زغلول، الناس كبيرة جدا. فأنا عايز أقول لكم مفيش حد أحسن منكم، مفيش حد أحسن من المحامي. وهذه طائفة من أخبار النقابات الفرعية. افتتاح معرض محامي النوبة السنوي بنادي العجوزة. نقابة محامي المنيا تنظم ندوة عن فضائل شهر رمضان ببني مزار. قروض بفوائد مخفضة لمحامي شمال الشرقية مع البنك العقاري المصري العربي. حجز رحلات مصيف مرسى مطروح لمحامي جنوب القاهرة. عاشور يكرم الشيخ محامي القليوبية بمنزله. افتتاح غرف محامي محكمة ديار بنجم بعد تجديدها وتجديد غرف محامي محكمة الخارجة.
مجلس كفر الشيخ يلتقي المحافظ لحل مشكلات أراضي المحامين. جنوب القاهرة تنظم دورة رمضانية في كرة القدم. شمال الدقهلية تنظم حفل إفطار للمحامين وأسرهم. افتتاح معرض للسلع الغذائية المخفضة لمحامي سوهاج.